ما تزال المخلفات الحربية تشكل العائق الأكبر أمام العائلات التي عادت إلى مناطق سكناها. آخر ضحاياها كانت 3 أطفال بانفجار مخلف حربي، وأصيب الرابع بجروح بليغة في منطقة عمر قابتشي التابعة لناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل. طلعوا من البيت عتشول لاقين ما ندري قنبلة صاعقة ما ندري، يعني متفجر من المخلفات الحربية، وداقي ما أعرف على البلوك على الحجر وانفجر بيهم. استشهدوا 3 من ضمنهم ابني، واحد هم مصاب بالمستشفى. وشخصت دائرة شؤون الألغام المئات من المخلفات الحربية خصوصا في القرى والقصبات، فيما شرعت بحملات توعية مع استمرار دفع المزيد من الشركات لإزالة ما يمكن إزالته من المخلفات الحربية. محافظة نينوى بشكل عام تخسر وتحدث هناك لا سمح الله حوادث هنا وهناك في مناطق مختلفة بسبب وجود التلوث المتمثل بالعبوات الناسفة والألغام والمخلفات الحربية، إلا أنه فرق دائرة شؤون الألغام والمنظمات والشركات تعمل على إجراء حملات توعية تكثيفية من أجل تثقيف وتوعية المجتمعات وتقليل الخسائر، وبنفس الوقت نعمل على إجراء أعمال الإزالة من أجل تطهير هذه المناطق وتسليمها إلى الحكومة المحلية والمواطنين لإعادة النازحين إلى هذه المناطق. وتشير إحصائيات رسمية أن حجم التلوث بالمخلفات الحربية في عموم المحافظة تخطى حاجز 400 مليون متر مربع، فيما تم رفع 50% منها لغاية الآن. عمر أزيدواني نيوز الموصل.